بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة حلول الذكرى 13 لثورة 25 من يناير. وفي برقيته أعرب مدبولي عن أمنياته ودعواته للمولى عز وجل بالتوفيق والسداد للرئيس السيسي في استكمال مسيرة التنمية الشاملة غير المسبوقة التي يقوم بها وتشهدها مصر بمختلف ربوعها في جميع المجالات، من أجل بناء مستقبل أفضل لأبنائها.